السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية جميعا. معكم أخوكم أسامة جمران من فريق وايلف. طيب اليوم حبيت أعطيكم استراتيجية بسيطة وسهلة للتداول عليها من أجل حساب المستهدفات. تعتمد الاستراتيجية بشكل أساسي على نسب الفيبوناتشي مع البوليوم. الاستراتيجية طورها صديق لي اسمه فتح عثماني من المغرب الشقيق سماها الفوليوناتشي. طيب بداية خليني أعطيكم فكرة فقط عن أرقام الفيبوناتشي من وين أجت. هي متوالية رياضية عددية طورها عالم إيطالي اسمه فيبوناتشي بالقرن أظن الرابع عشر أو الخامس عشر. المتوالية تعتمد على سلسلة عددية، كل عدد هو حاصل جمع العددين اللي قبل، يعني الاثنين طبعا ما في غير الواحد، فلذلك جمعنا الواحد مع نفسه. الثلاثة هي حاصل جمع 2 زائد 1، الخمسة هي حاصل جمع 3 زائد 2، الثمانية هي حاصل جمع 5 زائد 3، الـ13 هي حاصل جمع 8 زائد 5، وهكذا إلى أن تطلع عنا أرقام المتوالية الرياضية اللي موجودة هي بالسطر العلوي. الآن كل رقم هو عبارة عن حاصل جمع الرقمين السابقين لحتى نوصل لتوليد أرقام المتوالية. طيب نسب الفيبوناتشي منين تجي؟ نسب الفيبوناتشي هي حاصل قسمة عددين من أعداد المتوالية هذه اللي شفناها فوق، لكن بترتيب معين. يعني بداية 0.618 أو 61.8 هي حاصل نسبة الرقم على اللي بعده بالمتوالية. فإذا أنا قسمت مثلا 377 على 610 بيطلع الجواب 61.8% اللي هو هذه النسبة. وطول ما مشيت كيف ما مشيت أنا أي رقمين بقسم الرقم السابق على الرقم التالي حتما حتطلع عندي 61.8% أو 0.618. طيب بالبداية ببداية السلسلة الأرقام ما بتكون منتظمة، لكن بعد ما نمشي بسلسلة الأرقام من بعد 21 تبدأ تنتظم النتيجة تبع الجواب. فلذلك كانت البداية نص، بعدين 66.7%، بعدين 60%، 62.5 إلى آخره، إلى أن بدأت تنتظم الأرقام معانا ويبقى الرقم على طول 61.8% أو 0.618. طيب ال 38.2 بيصير في فجوة بين الرقم، يعني 38.2 هي حاصل قسمة الرقم على مش الرقم المباشر اللي بعده، وإنما الرقم اللي بعده بخطوة. فلو قسمت أنا 987 على 2584 حتكون النتيجة 38.2%. بنفس الطريقة ال 23.6 هي حاصل قسمة الرقم على اللي بعده بخطوتين، يعني أنا بترك رقمين وبقسمه على اللي بعده برقمين. بهذه الطريقة حسبوا الأرقام تبع متوالية فيبوناتشي. طيب الأرقام اللي فوق ال 100%، الآن في عندنا جزئين، أول جزء هو أرقام متوالية فيبوناتشي، ثاني جزء هو نصف أرقام متوالية فيبوناتشي. طيب ال 1.618 اللي هي النسبة الذهبية هي بالعكس، يعني أنا سابقا على ال 61.8 كنت أقسم الرقم على اللي بعده. ال 1.618 بقسم الرقم الكبير على اللي قبله مباشرة حتى أحصل على نسبة 1.618. طيب لو جينا لل 2.618 أو 261.8 هي بس بمشي أنا خطوة واحدة، يعني حاصل قسمة الرقم على اللي قبله بمرحلة، واللي بعده نفس الطريقة. ال 423
هي حاصل قسمة الرقم على اللي قبله بمرحلتين، و685 حاصل قسمة الرقم على اللي قبله بثلاث مراحل، يعني بترك ثلاث خانات. ال1109 حاصل قسمة الرقم بترك أربع خانات على اللي قبله بأربع خانات، وهكذا بنمشي. طبعا المتوالية أو النسب فيبوناتشي هي لا نهائية، لأنه ممكن أنا أقسم مثلا هذا على هذا، يعني أترك لا إله إلا الله أترك 11 خانة مثلا، وبيطلع عندي نسبة من نسب فيبوناتشي. إحنا راح نوصل بالاستراتيجية إلى 1109 اللي هي 11.09%. اللي بعدها هذه الأرقام هي ببساطة الرقم السابق تقسيم 2، يعني 1.309 اللي هي 261.8 على 2، 211.8 اللي هي 423.6 على 2، وهكذا بنضل ماشيين إلى أن نوصل إلى 897.2. الآن أنا كنت جالس أقول أرقام، لكن أنت على الإكسل لو حطيتها كنسبة مئوية بيطلع عندك النسب، هي زي نسب فيبوناتشي اللي هي 1109، 1794، 685، 423 إلى آخره. طيب هذا بالمبدأ حتى نعرف إحنا كيف طلعنا النسب اللي بعد ال 261 للناس اللي ما بتعرفها، ونسب ال 50%. خلينا نروح على الشارت ونشوف مبدأ الاستراتيجية. أول شيء إحنا لازم نضيف نسب فيبوناتشي على النسب اللي موجودة عندنا من ألوان المستويات. مندخل النسب، يفضل أنه نميز ال 50% عن نسب العادية. يعني أنا عندي نسبة 50% مثلا، هذه خلينا نحطه مثلا بشكل منقط حتى نعرفه، كذا بتسهل علينا الأمور وبتكون نعرف احنا النسبة اللي عندنا للناس اللي لسه مش متعودة على النسب اللي موجودة. مجرد ما أدخلنا النسب صار واضح الشرط عندنا. المنطقة اللي بين 61 و 38%، طبعا اذا لاحظتوا انه احنا ما حذفنا ال 50% الاولى اللي كانت موجوده عندنا. المنطقه هذه تسمى المنطقه الذهبيه، يعني الفكره اني انا اختار شمعه بفوليوم عالي عالي جدا مقارنه مع الشموع اللي قبلها. لازم يكون في عندك شوية معرفة بقواعد التحليل الحجمي، لأنه يفضل أن تكون شمعة من واحد من نماذج التحليل الحجمي حتى يكون رسمك صحيح، حتى ما تجلس تجرب كثير لتشوف الشمعة اللي هي مناسبة. طيب الآن عادة السعر بيصعد، هذه هي الشمعة اللي احنا اخترناها، أنا بس مديت الرسم للخلف قليلا، لكن هذه هي الشمعة اللي احنا اخترناها اللي هي عندها هذا الفوليوم العالي جدا، حتى هلونها انا بدور الرمادي كده حتى تكون واضحه، اتمنى انه الان تكون واضحه. طيب الشمعه رسمت عليها انا من الذيل الى الذيل، السعر ايش بيسوي؟ السعر بيرجع بعيد اختبار المنطقه الذهبيه وبينطلق. الان احنا كلنا بنعرف انه حركة الشارت هي صعود هبوط، موجات صاعدة موجات هابطة، موجات صاعدة موجات هابطة. طيب حتى أنا أقدر أحدد أهدافي بدقة، الفكرة إنه هذه الشمعة هي شمعة فانوس، ونسب الفيبوناتشي هي موجودة بشؤون حياتية كثيرة وأيضا بالأسواق، وكلنا بنعرف هذا الكلام. المستويات اللي أنا أضفتها اللي طلعتها من متوالية الفيبوناتشي وأضفتها، هي بتمثل مستويات دعم ومقاومة، بنلاقي انه السعر في اغلب الحالات بيحترمها مثل ما شايفين، وحتى ان كان بده يخترقها بيوقف عندها، بيرجع بيختبر المستوى السابق وبيرجع بيكمل. بنلاقي انه بكثير من الحالات السعر اما يرتد من عندها او يتوقف عندها.
هتلاقي الأمر مكرر بشكل كبير على الشرط. إذا ذهبت أنت إلى شرطات كثير وجربت، وأنا أساسا جهزت لكم بعض الأمثلة حتى تكون الأمور واضحة. طبعا الطريقة تعمل على جميع الفريمات، لكن المهم أنه قرار الدخول يجب أن يكون مدعوم باستراتيجية أو تحليل فني، لأنه مش بالضرورة إذا السعر وصل إلى هذا المستوى أنه يرتد، ممكن ينطلق يكمل وممكن يرتد. مش بالضرورة أنه السعر إذا عاد ليختبر هذا المستوى أنه ينطلق من عنده، لازم يكون في عندك شيء يؤكد الدخول. من أفضل الأشياء وأسهل لتأكيد الدخول أنه يعمل لك قاع. كيف يعني يعمل قاع؟ يعني شمعتين يمين أعلى من شمعة من الشمعة اللي وصل فيها لعند المستوى، ويرجع يخترق ثاني شمعة قبل شمعة الارتداد اللي هي. يعني أنا عندي هذه شمعة الارتداد، هذه الشمعة الصغيرة، حتى أقول لكم شوي حتى تكون الأمور أوضح. طيب في قبلها شمعتين حمر، فبمجرد اختراق الشمعتين الحمر اللي قبلها بيكون أكد للسعر إنه هو في عنده نية للصعود. الأهداف اللي عندي الآن، النسب الرئيسية هي أهداف رئيسية، والنسب 50% هي أهداف تصحيحية عادة. يعني السعر ممكن يرتد عندها ويكمل صعود. طيب أنا كنت مجهز لكم بعض النماذج على الشارت. الخزف السعودي مثلا، الخزف السعودي رسمنا على هذه الشمعة، السعر زي ما شفنا عاد اختبار المنطقة الذهبية وبدأ ينطلق وبدأ جالس يحترم المستويات كيف ما هو طالع. مثل ما شايفين الآن في عنا لسه في مستويات جديدة. آخر مستوى 1109، يفضل إنه ما نشتغل على مستوى أكبر من 1109، لأنه مثل ما أنتم شايفين بسبب إنه الأرقام بالمتوالية عم تكبر، المسافات بين المستويات جالسة تكبر، فبصير ممكن السعر يصحح يعمل زجزاج ضمن هذا المستوى إلى فترة طويلة عشان ما يجلس المتداول على السهم فترة طويلة. لذلك يفضل انه اخر مستوى تشتغل عليه 1109، مع انك تقدر تطلع مستويات لا نهائيه من فيبوناتشي. طيب مثلا هنا احنا على انه على سهم الخزف، سهم الخزف الان هو موجود عن مستوى 50%، هذا المستوى اللي موجود الان. السهم لو طلع شال قمه هذه الشمعه بيكون عمل قاع، شمعتين يمين على شمعتين يسار، وشال الشمعة الهابطة هذه، فهو مرجح في الغالب أنه يوصل إلى هذا المستوى على الأقل، وهدف كامل إلى هذا المستوى اللي هو بينهي الدورة تبع فيبوناتشي اللي احنا شغالين عليه. طيب حيخطر ببالك سؤال أنه إذا أنا وصلت إلى 1109 بوقف عن التداول؟ لا، ما بتوقف عن التداول. انت بتشوف شمعه ثانيه ترسم عليها، مثلا هذه الشمعه هي شمعه مناسبه لانك ترسم عليها لسبب ما بتحليل الحجميه، حتى ما بديش تحليل الحجم، فهذه شمعه مناسبه ترسم عليها، هذه ايضا شمعه مناسبه ترسم عليها، لكن ترسم عليها لهبوط اذا كنت بدك تشوف لوين السعر ممكن يهبط. طيب هنا رسمت لكم على شمعه سلبيه حتى تشوف انك حتى لما بيكون السعر بمسار هابط، ممكن اذا احسنت اختيار الشمعه تقدر ترسم، تقدر تتداول حتى بالمسار الهابط، لانه ببساطه في ارتدادات. يعني انا هنا على نفس الفكره، هذا هنا شال الهاي تبع هذه الشمعه، اذا انا بدي انتظر شمعتين يمين فهذه بتكون مناسبه بعد اغلاق هذه الشمعه، انا بدخل شراء. الهدف تبعي بداية هنا اخترق هذا المستوى ما اعطاني اشارات انعكاس، بكمل معاه. الان المنطقي اني انا اخرج عند هذه الشمعة لانه هذه اشارة انعكاس هنا عند هذا المستوى، لكن لو كنت انا متهور على اعتبار او يعني اللي بيسموه اجريسيف تريدر، عذرا، هي ما الها ترجمة حرفية باللغة العربية، اللي هي المتداول المتهور او المتداول الجريء، خلينا نقول انه انا كنت
متوقع مثلا انه السعر على اعتبار انه هبط ما عاد اختبار المنطقه الذهبيه، فهو لازم يرجع يختبر المنطقه الذهبيه. ممكن انا يكون هدفي من هذا الارتداد هو اعاده اختبار المنطقه الذهبيه هذه، وابيع من هنا كهدف. طيب بالمسار نفسه في عندي ارتداد هنا، ممكن اشتري معاه ابيع هنا. في عندي ارتداد هنا ولو انه ما ارتد من عند المستوى تماما، والسبب ايضا زي ما قلت لكم انه بيصير في تباعد المستويات. يعني اذا انت بدك تروح لتفاصيل ادق بهذا الموضوع ببساطه، جيب الارتداد المئوي واسحب النسب المئويه، حتلاقي مرتد من عند ال 50% من النسبه نفسها، لانه زي ما قلت لكم احنا قسمنا المسافة من هنا لهنا إلى 50%، أيضا المسافة من هنا لهنا تقدر تقسمها إلى 50%. طيب أيضا أنا جيت رسمت لكم على الشمعة السلبية الهابطة هذه، زي ما أنتم شايفين إنه رجع السعر عاد اختبار المنطقة الذهبية ورجع باشر الهبوط. والآن عند كل ارتداد عم يصير عم يرجع يكمل هبوط من نفس المستوى. الآن هنا عاد اختبار هذا المستوى ورجع هبط. فالفكرة اللي حابب أقول لكم إياها إنه لازم يكون في عندك استراتيجية للدخول أو تحليل فني للدخول، لكن الطريقة هذه بتساعدك تماما بإنك تحدد أهدافك. زي ما شايفين إنه في احترام للمستويات تبع الفوليو ناتشر حتى بالارتداد هنا، وهنا مثلا الباطين إذا رجع عاد اختبار المنطقة الذهبية هذه فتعتبر فرصة لولادة جديدة لعملة السهم. هو هذا المبدأ باختصار. زي ما شايفين هنا أيضا هذا سهم مثلا عاد اختبار المنطقة الذهبية بعد ما كان جالس يطلع وينزل يتمحور حوالين المنطقة الذهبية. أنا ما علي من الحركة هذه كلها، أنا منتظر إعادة الاختبار، ممكن أكون معلق أمر شراء هنا وشوف وين ارتد. ارتد عن مستوى ال 50%. الآن عودة السعر إلى المنطقة الذهبية ثاني مرة مش أمر جيد، لذلك زي ما شايفين هنا احترم المنطقة الذهبية بالملي وارتد من عندها، هنا لا اخترق المنطقة الذهبية الأسفل ورجع أعطانا صعود. لكن في الغالب انه العوده للمنطقه الذهبيه ثاني مره بيكون اداء السهم ضعيف، مثل ما شايفين هنا لما رجع منطقه ذهبيه سوالنا انطلاقه جميله هنا للسهم. يعني عند المنطقه الذهبيه السهم صعد هنا 26%، لكن هنا عاد الاختبار قريب من المنطقه الذهبيه جدا، بس السهم كان صعوده فقط 12%. هنا رجع كسر المنطقة الذهبية. لذلك في الحالات اللي زي كذا لازم تبحث عن شمعة ثانية للرسم عليها، تبدأ ترسم على الشمعة السلبية اللي سببت الهبوط هذا لحتى ترجع تضارب بالعكس، أو لما بيصير البيع المكشوف متاح بالسوق السوداء إن شاء الله بتقدر حتى تدخل بيع وشراء بالاتجاه. الله يعطيكم العافية جميعا، هذا اللي حبيت أقوله اليوم. أتمنى أن يكون الفيديو سهل وخفيف على الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.